أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الحلويات. اليوم بدنا نعمل كاب كيك. هو عبارة عن 4 بيضات، كوب من الزيت النباتي، ممكن تستبدلوه بالسمنة، 2 كوب سكر، أو اللي ما بحب السكر كتير ممكن نحط 1.5 كوب، و3 أكواب من الدقيق أو الطحين، وظرف باكنج بودر، بالإضافة للكوب من الحليب. هلأ صار عنا الزيت والحليب قد بعض، 1 بواحد، 2 سكر، 3 طحين، 4 بيض، والظرف تبع البيكنج باودر. هلأ أول مرحلة رح نخلط البيض بالخفاقة، نخفقه ونضيف له السكر. بالإضافة لرشة الملح، طبعا رشة صغيرة. نبدأ أول شي بحط البيض، نضيف السكر 2 كوب، ممكن 1.5 كاسة اللي ما بحب الحلو كتير. الحليب اللي انا ضفته محطوط له فانيليا، يلي عنده حليب عادي بده يضيف له ظرف الفانيليا. هلا بنحط ظرف البيكنج باودر، بنضيف البيكنج باودر شوي شوي مشان ما يطيروا. وبنضيف الطحين. وبنخفق. هدول 3 أكواب من الطحين أو الدقيق، بنضيف الكمية البقيانة وبنخفقها. مثل ما كنتم شايفين المقادير سهلة، وبإمكان أي حدا يقدر يعمل الكيك كيك بالبيت. مثل ما كنتم شايفين هلا صار جاهز لحتى نحطه بالفرن. هيك بده يطلع كثيف. منجيب هاي الصينية، ضروري تكون عندكم للتحضير الكيك. وطبعا بده يكون بقلبها كمان الورق تبع الزبدة، هذا خصوصي مشان كل قطعة.
بتطلع كاملة هي والورقة تبعها، ومنه ما بتلزق بالصينية، بتضل الصينية نظيفة لحتى تعملوا القسم الثاني من الكيك، لأنه هي هذا المقدار بيأدي تنتين مثل هدول، يعني 24 قطعة بتعملوا من هذا المقدار. بتبلشوا بتجيبوا المعلقة بهالطريقة بتعبوها، أو إذا عندكم بريق بتكتوهم بالبريق وتعبوهم تقريبا، كون تعبوا أكثر من النص بشوي لكل قطعة من الكيك، وهي الورقة لحالها تاخذ مكانها بقلب الفتحة تبع الصينية. هي أول وحدة، منملي وحدة تانية، طبعا هي الطريقة البسيطة للكاب كيك، ممكن بالحلقات التانية نعمل لها إضافات مثل الكاكاو، مثل الزبيب، الجوز الهند، التزيين. وأنا بنصحكم إنه دائما هالشغلات تعملوها بالبيت، لأن بتتأكدوا إنه المواد نظيفة تبعكم اللي عم تستعملوها. بهالوقت وأنتوا عم تعبوا الكيك بتحموا الفرن، طبعا أول شي بتحطوهم من تحت بس تنضج وتنفش بتشعلوا فوق. بتعبوهم كلهم بهالطريقة. بعد ما بتعبوا كل الخلطة بالورق وبقلب الصينية بتحطوهم، بتخبطوها على الطاولة شوي مشان كل شي ياخد مكانه. شفتوا نص الخلطة تقريبا راح، ولسه عم نقدر نعمل قد هدول. وهلا رح ناخدها على الفرن. وهلا طلعتهم من الفرن، اخذوا وقت تقريبا 30 دقيقة يعني نصف ساعة. هلا بنحطهم بصينية تبع التقديم. هلا التفضاية تبعهم كتير سهلة مثل ما لكم شايفين، وهن سخنين فيكم تقيمون من الفرن تحطوهم بالصينية. وإذا عندكم ضيوف ممكن دغري تحضروها مثل ما لكم شايفين، حجمهم كتير ظريف. بتخليهم ليبردوا، بيحبوهم كتير كتير الأطفال. نرجع نكمل القسم الباقي من الكيك مثل ما لكم شايفين بنفس الطريقة. لما بتكون تعبوا الكيك بقلب الورق، تعبوا أول شيء اثنين يلي بالنص، وبعدين تحطوا الصينية وبصيروا بتدوروا هيك من هالطرف، بعدين بتعبوا هيك بتكملوا هذا الطرف وهذا مشان ما تنقطوا بالصينية من المزيج. مثل ما لكم شايفين هي الكمية الثانية كمان بتطلع كتير كتير منيحة. هلا بنحطهم بالصينية تبع التقديم، يعني هيك هلا بنكون عملنا لحنا 24 قطعة من الكيك الطيب والشهي. وهي صينية الكاب كيك صارت جاهزة مثل ما لكم شايفين، منظرهم حلو، أكيد طعمتهم أطيب وريحتهم كتير كتير شهية. بتمنى تجربوا الوصفة وتفيدوا أهل بيتكم.
لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة السريعة. والله إلى اللقاء.